صباح الهنا، وهبدأ معاك كده بالخبر الأول تحديدا، فكرة عودة الجماهير مرة تانية، شفت ده كقرار في البداية إزاي؟ بالتاكيد خبر اسعدنا كلنا زي ما انت بتقول كده يا استاذه نهاوند. ده احنا بقالنا فتره طويله جدا عم محتاجين الملاعب بتاعتنا تبقى مكتمله، ده طبيعي جدا انت في بلد كبيره زي مصر، وكان في مساعي خلال الفترات السابقه خلال الاشهر الماضيه لزياده عدد الجماهير. قرار اسعدنا بشكل كبير جدا. 20,000 ان شاء الله، يعني دي تبقى خطوه كمان جديده باذن الله. ان شاء الله يبقى الاستادات وملاعبنا خلال الفترات القادمه يبقى بساعة كاملة. رابطة الأندية يمكن متولت المهمة كانت يعني أعلنوا امبارح، كنت متواصل مع أحد أعضاء رابطة الأندية قال احنا بدأنا بخمس أفراد وبعدين 10 وبعد كده الحمد لله الأمور زادت، وأعتقد مجهود يشكر عليه تشكر عليه رابطة الأندية على المجهود اللي بذلته الفترات اللي فاتت، ويشكر عليه الدولة المصرية اللي هي كانت حريصة على حضور الجماهير. وأعتقد كان من ضمن الجلسة الكابتن حسام حسن يعني هو عمل أكثر من جلسة، أول جلسة عملها مع رابطة الأندية طالب حضور الجماهير، قال اللي أنا محتاج الجماهير تحضر بشكل كبير جدا. أعتقد إحنا بيلعبوا ماتشات، طبعا أنت عارف منتخب مصر مشوار مهم في تصفيات كأس العالم، وقال إن الماتشات بتتلعب يعني بعدد بالنسبة له هو عدد قليل، هو محتاج الجماهير تحضر بشكل كبير جدا، ويبقى في فعلا إن عشان اللعيب يتعود على الجماهير سواء بقى ماتشات محلية أو ماتشات دولية. واعتقد ان ده يعني رابطه الانديه اعلنت موافقتها بشكل كبير جدا، وخاطبت الجهات المعنيه والجهات الامنيه على زياده عدد الجمهور، وبالتالي الحمد لله وافق الحمد لله الامن والدوله المصريه وافقت على طلب رابطه الانديه ان شاء الله يعني على زياده عدد الجماهير. ويعني انا اتمنى برضو من الجماهير خلال الفتره اللي جايه يبقى كل ما العدد بيزيد ويبقى فيه التزام والتزام بالروح الرياضيه أكيد. والتزام انه وعدم الخروج عن النص ده بيدي فرصه طيبه كمان لرابطه الانديه اللي ممكن تزود عدد الجماهير، ولكن اللي انت عارفه لو حصل اي قلق او اي مشاغبات او اي من شيء من هذا القبيل ده بيبقى بيأثر بشكل سلبي يعني. هو اعتقد التجربه لحد دلوقتي ناجحه لو تتفق معايا، من بدايه لما سمعنا عن 6,000 بعد كده 10,000 دلوقتي 20,000، بالتالي كل ده كانت او دي فتره اثبت فيها الجمهور ان هو فعلا على قدر المسؤوليه، بالعكس هو سعيد بالقرار ونفسه ان يكون في ازدياد كمان في الاعداد، فهو اعتقد جدير جدا بهذه الثقه يعني. بالتاكيد طبعا يعني هو ده مؤشر، لو ما كانش فيه التزام خلال الفترات السابقه من الجماهير اعتقد هيبقى فيه صعوبه جدا اللي انت تزود عدد الجمهور، فده مؤشر جيد والحمد لله. يعني انا 20,000 اعتقد هيبقى بشكل يعني هيدي اريحيه في الملاعب ان احنا نشوف عدد جماهير، احنا هنبقى مبسوطين. هو الجماهير دي بالنسبه لي يا استاذ نوان دايما بقول يعني ما فيش فرح بدون معازيم، وده حلو التشبيه ده حقيقي. يعني الفرحه بالنسبه لنا احنا حضور الجماهير، وطبعا انت عارفه الانديه الشعبيه كمان بيبقى فيها عدد كبير جدا من الجماهير، فاحنا بنحس بروح المباريات من خلال الجماهير. واتمنى طبعا الفترات اللي جايه، انا شايف برضو بيبقى في ملاحظات شويه على الملاعب على ارضيه الملاعب، اتمنى ان رابطه الانديه خلال الفترات اللي جايه ان هي برضو تشوف موضوع الملاعب ده وارضيه الملاعب. احنا بنشوف دايما في عدد كبير من الماتشات ارضيه الملاعب لا تليق بالدوري المصري، يعني انا شايف ان في حتى الكواليتي بتاع التصوير دلوقتي الحمد لله بقى في حته ثانيه وكويس، وده بيزيد من قيمه الدوري المصري. احنا دوري يعني اقدم الدوريات العربيه، اتمنى ان الجماهير تبقى موجوده والملاعب تبقى موجوده والتصوير يبقى بشكل افضل، اعتقد ده هيزود الكواليتي كمان ويزود القيمه بتاعه الدوري المصري. يبقى احنا كده وعندنا فار وعندنا يعني اعتقد يعني عندنا الحمد لله كل الامكانيات اللي موجوده، مصر بلد كبيره، واعتقد الملاحظات دي لو اتعملت خلال الفتره اللي جايه وشفنا، واتمنى طبعا حته التاجيلات يبقى الموضوع قليل شويه، لان ده كله بيزيد من قوه الدوري المصري. فان شاء الله باذن الله انا شايفه خطوه ايجابيه زياده عدد الجماهير، واعتقد ان شاء الله الفترات الجايه كمان يعني مش هيتوقف وفقا للتصريحات الاستاذ احمد دياب ان الموضوع مش هيتوقف عند 20,000 بس، ان شاء الله هتبقى دي خطوه باذن الله زياده عدد الجماهير خلال الفترات القادمه، واعتقد خلال فتره بسيطه مع التزام الجماهير مع الروح اللي تبقى موجوده من الجماهير في الملاعب المصريه اعتقد ان شاء الله يبقى نشوف الملاعب والاستادات تبقى ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسالك عن اهميه فتره التوقف الدولي من وجهه نظرك برضو استاذ رامي في مارس ويونيو وتاثيرهم خلينا نقول على استعدادات المنتخب لتصفيات هنا بقى كاس العالم 2023. الكابتن حسام حسن لما عقد جلسه مع رابطه الانديه
قال ان هو يعني موضوع بالنسبه له بقت مهمه وطنيه كبيره جدا، وكان يحلم بيها من سنوات طويله. وان شاء الله احنا كاعلام وكداعمين لمنتخبنا المصري، داعمين للكابتن حسام حسن ومدرب وطني، حقق انجازات كبيره جدا مع سواء كلاعب او سواء كمدير فني او سواء الانديه اللي قادها او منتخب الاردن اللي قاده، وكان قدم بشكل مميز. طبعا كل رابطه الانديه دلوقتي داعمه للكابتن حسام حسن، داعمه لمنتخب مصر خلال فتراته القادمه. كان من ضمن الطلبات اللي طلبها كابتن حسام حسن، قال ان هو عاوز يعمل معسكرات. انت عارفه في اجنده الدوليه ده بيتم فيها ايقاف الدوري، والانديه بيبدا معسكرات المنتخبات كلها يعني. ولكن كابتن حسام حسن، احنا عندنا المعسكر اللي جاي من 18 ل 26 اللي هي البطوله الوديه اللي هتقام في الامارات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله في شهر مارس المقبل باذن الله. كابتن حسام حسن كان له وجهه نظر ان هو عاوز المعسكرات بتاعته تبدا قبل الاجنده الدوليه بعده ايام، وده هتاجل لك مثلا اسبوع 16 من بطوله الدوري يعني في شهر مارس اللي جاي. هو عاوز اللعيبه يوم 12 تبقى موجوده، اللعيبه المحليه يبدا بيوم ال 12 تبقى موجوده اللعيبه المحليه، على اساس ان هو ده اول معسكر بالنسبه له. مباراه وديه اللي هياخدها، ولكن هو عاوز يعود اللعيبه على الاجواء المنتخب المعسكر المنتخب. فبالتالي هو طلب الطلب ده ان يبقى في وقت كافي او وقت اكبر من الوقت اللي كان محدد له قبل الاجنده الدوليه. واعتقد رابطه الانديه خلاص وافقت بشكل رسمي، واللي يتم الاعلان خلال الفترات القادمه. هو احنا نتمنى الدعم في كل القرارات اللي هو شايفها صح، لان احنا بنرجع نقول تاني بعد كده، واحنا ليه ما بناخدش نتائج؟ ما بناخدش نتائج لان في بعض الاحيان احنا ما بنديش فرصه ان المدير الفني يعني يتصرف وياخد القرارات اللي هو شايفها صح، بيبقى في عليه تاثير ويبقى في ضغط. فاحنا نتمنى ان احنا نسيب الرجل مهما كان مين اكس من الناس، طالما هو في هذه المسؤوليه ياخد القرارات اللي هو عايزها على رابطه الانديه اعتقد والاتحاد، ان هم يسهلوا، خلينا نقول اتحاد الكره تحديدا، ان هم يسهلوا المهمه. لكن محدش بقى يجي بعد كده يقول لك اصل احنا كان المفروض، يعني اعتقد هو المسؤول في الاول وفي الاخر، صح ولا حضرتك تختلف معايا يا استاذ رامي؟ مظبوط يعني احنا أو رابطه الانديه دلوقتي يعني في نيتها الفتره اللي جايه الكابتن حسام حسن كل اللي هيطلبه خلال الفترات القادمه هيتم استجابه له وفقا للحدود او الامكانيات بتاعتهم او وفقا اللي ممكن يقدروا يعملوه. كويس. الفتره اللي جايه احنا هدفنا كاس العالم، يمكن بعد الاخفاق طبعا في بطوله الامم الافريقيه الاخيره والاستعانه بالكابتن حسام حسن مدير الفني للمنتخب المصري، هو في نيتهم رابطه الانديه واتحاد الكوره ان هم يستجيبوا لجميع طلبات الكابتن حسام حسن. فده شايف ان الامور بالنسبه له هتبقى افضل ان يجمع اللعيبه بدري خلال سواء بقى ماتش في شهر الاجنده في شهر 3 مارس القادم او في شهر 6 نخوض فيه مباراتين في كاس العالم. وان شاء الله باذن الله احنا هنعملنا كبير في جدا في منتخبنا خلال الفتره اللي جايه. واعتقد الامور بالنسبه لرابطه الانديه ما منعتش ان هي تستجيب لرغبه الكابتن حسام حسن. دي مهمه بالنسبه له، مهمه وطنيه بالزبط. وان شاء الله احنا داعمين للكابتن حسام كلنا. شكرا جدا جدا الناقد الرياضي الاستاذ رامي رجب، شكرا لحضرتك. طيب خلينا سريعا نروح كمان لان كلام عندنا كتير جدا طبعا عن ماتش الاهلي وشباب بلوزداد، هيكون خاصه في الفقره الحواريه. لكن مهم كمان احنا نتكلم عن حاجه من الحاجات اللي عجبتنا جدا كاهلاويه كمصريين كناس عاشقه لدايما فكره الوفاء وصوره الوفاء والحب اللي احنا شفناه وارتداء لاعبي الفريق عندنا شارات سوداء والوقوف دقيقه كانت حداد طبعا على روح العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الراحل قبل المباراه. مشهد كان جيد جدا ومشهد رائع جدا ومشهد يعني مش غريب على النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، ربنا يرحمه. هنفضل على فكره نذكر هذا الرجل، هنفضل فاكرينه وهنفضل نتكلم، لان تاني هو رحل لكن اعماله وسيرته الطيبه واللي قدمه للنادي الاهلي والذوق اللي هو كان فيه والانسانيه اللي كانت عنده وحب الناس ليه من اصغر واحد حقيقي لاكبر واحد، يعني مش هنرجع نعيد نفس الكلام تاني واقول لحضراتكم قد ايه المشهد كان محترم في العزاء وقد ايه الناس لحد دلوقتي بتفتكره وبتتكلم عنه، هتستمر السيره كده طيبه. لكن مهم ان احنا كمان نظهر ده للعالم، احنا ما فيش حد بيرحل من عندنا وبيتنسي. فطبعا كانت لفته مهمه جدا ومحترمه جدا. ده بالنسبه للنقطه اللي انا كنت لازم اتكلم عنها او اعلق عليها. انا عايزه بقى اروح دلوقتي للفنيات، فنيات المباراه اللي اختلف فيها الناس، يعني انتهت طبعا بالتعادل بدون اهداف. الناس قالت لك يمكن اتعادلنا ودي مش النتيجه اللي احنا عايزينها، بس خلينا اقول لحضراتكم احنا اتعادلنا سلبي، لكن في مكاسب برضو من المباراه اهمها. اولا ان هو
بالتعادل ده رفع الاهلي رصيده لست نقاط وحافظ بيها على صداره المجموعه. احنا بنتكلم الرابعه اللي بتضم معاه طبعا شباب بلوزداد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني. وفكره هنا برضو لو حضراتكم تتفقوا معايا الحفاظ على صداره المجموعه في الاول وفي الاخر ده الهدف بتاعك او ده الهدف الاول للفريق. انتهت المباراه بنتيجه هنقول يعني جيده ولكن ليس اداء جيد، يعني هي نتيجه ممكن نقول عادله رغم ان انت الاداء كان متوسط زي ما كنت بقول لحضراتكم، لكن يعني نقول الاهلي في اللقاء بيتصدره لمجموعته امر مش سيء جدا. ولازم ناخد برضو ان النادي دي اول مباراه بعد التوقف يعني طويل استمر تقريبا 50 يوم لو انا مش غلطانه يعني، فده برضو مش مبرر عشان ما حدش يقول لك هو ده مبرر يعني هوان، لا ده مش مبرر، بس انت بتبص على المشهد من بره تبتدي ان انت تقيم برضو رايك بناء على حاجات كتيره وعوامل كتيره. ده شق. الشق الثاني اللي عايز اتكلم فيه برضو ناس كتيره علقت عليه حقيقه هو اداء مصطفى شوبير اللي كان ممتاز. بصوا لما في لاعب بيأدي بشكل جيد بنطلع نتكلم، لما في لاعب يبقى اداؤه متوسط بنطلع نتكلم حتى لو اللاعب ده يعني من عندنا عادي. اللاعب وهرجع اقول هنا اللاعب لازم نكون يعني مرآة ليه في الاول وفي الاخر، لان احنا لو طلعنا كاعلام قعدنا